14 سنة يا منى، 14 سنة وأنا مش عارفة أنتي فين ولا مكانك فين. يا ترى أنتي عاملة إيه وعايشة إزاي؟ ويا ترى عايشة ولا ميتة؟ يا رب إن شاء الله تكوني عايشة. أنا دورت عليكي في كل حتة، رحت عند البوليس، بلغت البوليس ودورت عليكي في المستشفيات. ده الناس فكروني اتجننت من كتر ما بمشي في الشوارع أكلم نفسي وأسأل عليكي في كل حتة. وحشتيني قوي يا منى، وحشتيني. بس يا ترى بعد كل السنين دي لو شفتك هعرفك، أكيد شكلك اتغير. انا سايباكي من وانتي لسه صغيره. طب انا هعمل ايه طيب لما اشوفك وهعرفك ازاي؟ يا رب يا رب انت العالم. انا قد ايه دورت عليها وتعبت ومش لاقيها لحد دلوقت. لازم تحصل معجزه عشان اقدر اوصلك. استريحت كده؟ استريحت لما هديت كل اللي انا قاعده بعمله بقالي 15 سنه؟ استفدت انت ايه دلوقتي لما بوظت لي الدنيا وقلت لها الحقيقه؟ استفدت انت ايه؟ انت متخيل بقى ان انا كده حرميها بقى وابعد عنها واقولها انت مش بنتي، يلا مع السلامه مشي؟ لا طبعا، لا يمكن اتخلى عنها، دي بنتي اللي انا تعبت فيها 15 سنه. برضو لسه بتقولي بنتي؟ برضو لسه مصممه ان هي بنتك؟ البنت دي مش بنتك، انت جايباها من الشارع، وانا كان لا يمكن احبها ولا يمكن اعتبرها زي بنتي. انت كنت متخيله مثلا انا اقولها تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي؟ حرام عليك يا اخي، انا اللي غلطان. انا اللي كان المفروض اول ما لقيتك بتعملها وحش كده، واول ما لقيتك قاعد كده بتعملها وحش، وانت اساسا كان المفروض ان انا ابعد عنك واسيبك واعيش انا والبنت في حته بعيد عنك. انت انسان قاسي جدا. عملت انت ايه دلوقتي؟ استفدت ايه؟ كنت مفكرة ان الايام والاسابيع هتعدي وان انت تتغير وهتبقى انسان تاني وهتحب البنت ومشاعرك هتتغير ناحيتها وتحبها، بس انت للأسف طلعت ما عندكش لا احاسيس ولا اي رحمة في قلبك. ده مش موضوعنا دلوقتي، المشكلة دلوقتي في البنت اللي انت كسرت بخاطرها دي. انا لازم اروح اطمن على بنتي دلوقتي. افتحي يا لينا، افتحي يا لينا، انا مامتك، افتحي لي. انت لسه هتقولي لي انت مامتي بعد كل السنين دي؟ كنت بتضحكي عليا، انت عايزه مني ايه يا ست؟ انت عايزه ايه مني؟ خلاص يا لينا، مش هكذب عليكي تاني، افتحي بس الباب وانا هفهمك كل حاجه. خلاص كل حاجه اتكشفت، خلاص ما بقاش في مجال ان احنا نكذب عليكي تاني. افتحي بس وانا هفهمك كل حاجه. اذا كنت فعلا بتعتبريني زي بنتك وبتحبيني، وطول السنين دي كنت بتكذبي عليا، فعشان خاطري انا لازم تقولي لي ايه هي الحقيقه، وفين اهلي بالظبط، ومين اهلي، وانت ازاي خدتيني وجبتيني هنا؟ حاضر يا حبيبتي، هقولك على كل حاجة. انا من حوالي 20 سنة اتجوزت، وللأسف ما كنتش بخلف، ولفيت على كل الدكاترة اشهر دكتور في مصر، وسافرت برا وحاولت اتعالج كتير علشان اخلف، لكن للأسف انا ما كنتش بخلف. وجت في واحدة صاحبتي قالت لي ان في بنت عندها شغالة ليها اخت صغيرة لسه بيبي في اللفة، وقالت لي خديها اكسبي فيها ثواب وربيها، اهو انتي برضو ما بتخلفيش وتكسبي فيها ثواب، والبنت اللي داخلة بيها دي برضو تستريح منها. طبعا احنا عرضنا على اختك ان احنا يعني ناخدك منها وكده بمقابل مبلغ كبير، وهي رفضت جدا، وكانت رافضه الموضوع ومعنده ورافضه ان هي تتخلى عنك. وطبعا يعني احنا حاولنا معاها كل الاساليب وكده. اللي حصل وانا وصاحبتي خطفناكي من اختك وانتي نايمه. اهنا واحده من اصحابك، انا عارفه كل اصحابك، مين دي اللي عملت كده فيا؟ ما هو انا من يوم يا حبيبتي ما خدتك، وبعدين بعت وعزلت من البيت اللي انا كنت فيه ونقلت البيت ده، وحتى رقم تليفوني غيرته، وهي ما عرفتش اي عنوان ليا، علشان انا كنت خايفه ان في يوم من الايام السر ده ينكشف واتفضح، وانا ما كنتش عايزه صاحبتي دي تعرف عنواني وتديه لاختك وتيجي تاخدك مني. بقى كل ده حصل وانا نايمه ومعرفش اي حاجه، وبتضحكي عليا كل السنين دي. انتي ست طيبه وربيتيني وعلمتيني وجبتيلي كل اللي نفسي فيه، بس فين اهلي ومامتي وبابايا؟ انتي ما قلتليش فين مامتي وبابايا. انا عن نفسي ما اعرفش اي حاجه، انا اللي اعرفه بس ان انتي كان ليكي اخت. يعني مامتي وبابايا ماتوا هما كمان ولا ايه؟ انا ما اعرفش والله. ولينا ده هو اسمي الحقيقي؟ الحقيقه والله انا يوم ما جبتك كان اسمك منى، منى ده هو اسمك الحقيقي، بس انا حبيت اغيره علشان برضو محدش يتعرف عليكي وياخدك مني. وبعدين ايه الحل؟ هنعمل ايه دلوقتي بعد كل السنين اللي فاتت دي؟ وازاي حلاقي اختي؟ معرفش يا منى، شوفي ايه اللي يرضيكي. انا ما اقدرش اسيبك في الحاله دي مهما حصل، في انت بنتي وانا ما اقدرش اسيبك في الحاله دي، وما اقدرش اشوفك كده وانت قلبك قاعد بيتقطع. انت برضو ليكي كل الحق انك تشوفي اختك. خلاص يبقى لازم توديني عند صاحبتك. مين؟ مها؟ انا ما صدقتش لما الخدامه قالت لي ان في واحده اسمها مها عايزاكي.
انت ايه اللي حصل لك ده؟ مالك قاعده كده ليه في السرير؟ في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ انا بقالي سنتين ما بتحركش من السرير يا مها، وانت عارفه حاجه عني؟ انا دورت عليكي في كل حته، انت روحتي فين وفي كل السنين دي غبتي؟ هي اللي معاكي دي تكون اللي هي ايوه هي. شوفي كبرت ازاي وبقت حلوه، انا ربيتها ودخلتها احسن مدرسه، ايه رايك؟ جميله. ده انا اخر مره شفتك كنتي لسه صغيره خالص، نونه صغيره في اللفه. بس ايه اللي جابك بعد السنين دي كلها يا مها؟ انا جيت علشان اصلح غلطه احنا عملناها من سنين فاتت. طيب ممكن اكلم ماما؟ بس تطلعي بره شويه، اكلم ماما كده لوحدنا. لا انتي اذا كنتي عايزه تطلع بره علشان تكلميني في الموضوع اياه، فهي بقت عارفه كل حاجه خلاص. ايه؟ خلاص المستخبي باين. ازاي الكلام ده؟ خلاص هي عرفت كل حاجه وبقت عايزه تقابل اختها، وانا جيت لك النهارده علشان نصلح الغلط اللي احنا عملناه. اختها المسكينه اللي كل يوم تيجي تعيط لي وتصوت لي وتقول لي فين اختي فين اختي، حرام عليكي. انا حاسه بالذنب قوي يا مها من ساعه ما عملنا الموضوع ده. انا من ساعه ما الموضوع ده حصل وانا ما شفتش خير ابدا، وتعبت ولفيت على الدكاتره وعملت عمليات وصرفت كل فلوسي واللي ورايا واللي قدامي على الادويه، حتى عيالي ما بيسألوش عليا زي ما انتي شايفة كده، الخدامة بس هي اللي قاعدة معايا تخدمني وخلاص. طب نوصل لها ازاي اختها؟ انتي ما تعرفيش اي حاجة عنها؟ لا انا عارف عنوانها، يحديكوا عنوانها علشان تروحوا لها. بس امانة عليكم لازم تخلوها تسامحني، وذنبها اللي انا شايلاه ده يتشال من عليا. انا عايزة لما اقابل ربنا ما يا ربنا ما يعذبنيش بالذنب اللي انا عملته ده. بس مش هقدر اجي كمان معاكوا عشان انا تعبانه، وانتي عارفه مش بقدر اتحرك من السرير. خلاص خلاص ما تقلقيش، انا هوصلها كل كلمه انتي قلتيها لي. مين؟ حضرتك استاذه مايا؟ ايوه انا. طيب احنا ممكن ندخل؟ اتفضلوا. بس انتوا مين؟ بس يعني انا مش عارفه انتوا مين. احنا جايين لك من طرف الاستاذه ناديه. مدام ناديه. ماشي، اتفضلوا. خير في حاجه ولا ايه؟ لا حصل لها حاجه ولا بتاع؟ لا مفيش حاجه خالص. امال ايه؟ قلقتوني في حاجه ولا ايه؟ اقعدي بس اقعدي. باختصار كده يا مايا عشان ما نطولش عليكي، احنا جايين لك من طرف مدام نادية علشان نقول لك ان هي خلاص عرفت المكان اللي اختك موجوده فيه. ايه عرفت اختي فين بجد؟ وحضرتك بتكلمي بجد ولا بتهزري؟ لا انا اكيد بتكلم بجد. طب هي ليه ما جاتش هي قالت لي الكلام ده بنفسها وخدتني يعني ودتني عند اختي؟ اصل هي تعبانه وكده، وبعدين نايمه في السرير ومش قادره الصراحه، يعني هو التعب خلاص يعني استهلك كل قوتها. انا عرفت فعلا ان هي كانت تعبانه، ربنا يشفيها. بس قبل ما تعرفي مكان اختك، مدام ناديه كانت طالبه منك طلب. خير؟ تطلب اللي هي عايزاه، اهم حاجه اشوف اختي. هي كانت طالبه منك ان انت تسامحيها علشان من بعد ما حصل اللي حصل هي ما حصلهاش اي خير في الدنيا، وكل حاجه كل حاجه بتحصل لها شر، وجالها تعب وعيالها ما بقوش يزوروها، وهي كانت طالبه منك ان انت تسامحيها علشان لما تقابل ربنا ما تبقاش شايله ذنبك. انا مسامحاها بس اشوف اختي يا ناس، اشوف اختي اللي ما شفتهاش بقالي 14 سنه. انا اختك يا مايا، انا اختك اللي بتدوري عليها كل السنين دي. انتي منى اللي انا دورت عليها في كل حته وما لقيتهاش. انتي اختي؟ انا مش مصدقه نفسي، هو انا بحلم ولا ده بجد حقيقه؟ انا مش مصدقه بجد. انتي منى؟ انا مش مصدقه. انتوا بتضحكوا عليا يا جماعه ولا ده بجد؟ لا انا فعلا اختك يا مايا، انا اختك والله، والحمد لله ربنا جمعنا ببعض. لله يا رب، الحمد لله انك استجبت لدعوتي وشفت اختي بعد كل السنين دي، مع اني كنت فقدت الامل ان انا اعرف مكانك يا منى، لاني ما كنتش عارفه انت شكلك هيبقى عامل ازاي لما تكبري. بس الحمد لله ربنا جمعني بيكي، وانت زي القمر يا منى، انت حبيبتي، انا عمري ما هسيبك ولا هتخلى عنك تاني. انا عارفه يا مايا، انا عارفه ان انت ما تخليتيش عني، ماما حكتلي على كل حاجه، وعرفت ان انت ما كنتش عايزه تفرطي فيا ابدا، بس هما بقى اللي خدوني بالعافيه منك. معلش سامحيهم بقى يا مايا. انا مسامحاهم. اهم حاجه ان انا شفتك وقابلتك يا منى، الحمد لله يا رب الحمد لله. سامحيني يا منى سامحيني، انا اسفه ان خطفتك من اختك، انا اسفه يا منى، بس انا الموضوع ما كانش بايدي، انا فعلا كنت محتاجه اي بنت اربيها واعملها زي بنتي.
انا مسامحاكي يا ماما، انا مسامحاكي ان انت طول السنين دي كلها كنت بتعامليني فعلا زي بنتك، وعمري ما حسيت ابدا ان انت ست غريبه عني. انا مسامحاكي، بس انا مش عايزاكي تزعلي مني لما اقولك ان انا مش هقدر ارجع البيت معاكي، لان انا مش هعرف اعيش في البيت اللي بابا عايش فيه، وانا عارفه ان هو مش بيحبني ولا عمره هيحبني. فعلا يا منى انتي معاكي حق. خلاص يا حبيبتي اقعدي هنا مع اختك، وانا من اليوم ورايح كل يوم كل فتره هاجي اقعد معاكي واقضي معاكي وقت. وانتوا دلوقتي بدل ما كان عندي بنت واحده بقى عندي بنتين.